لكن الدعايه المضاده الثانيه بيطلعوا صور لضحايا قتلوا، شوف السعوديه عملت ايه، شوف السعوديه قتلتهم ازاي، ما في شك، ويسوقون لهذه المشاكل. ما في شك انه دعني اكون قاسيا بعض الشيء مع الامم المتحده. الامم المتحده للاسف مبادئها نزيهه وجيده ولكن اليتها سيئه. عندما يخرج المبعوث الاممي او المفوض الاممي لحقوق الانسان بعد اي حادثه يظهر الحديث عنها في الإعلام بأربع ساعات ويدين التحالف، ثم بعدها بثمان ساعات يخرج الأمين العام للأمم المتحدة ويدين التحالف. نحن نسألهم متى تم التحقق من دقة المعلومات حتى تصلوا لهذا التقرير الذي يدين التحالف؟ إن لم يحدث تحقيق وإدانة فمعناته هناك تسرع، وهذا لا ينبغي من مؤسسة بحجم الأمم المتحدة، أو أن هناك رأي مبيت سابق، وفي نفس الوقت هذا لا ينبغي من الأمم المتحدة. وأنا متابع للأمر في أوقات نحن نستوعب الحدث في الإعلام في الدقائق التي تتليه، تجد أنه بعد أربع ساعات يخرج الأمين العام ويصرح ويدين العمل، أي لا يوجد تحقيق مسبق لوصول للحقائق. هناك تناقض بين تقارير الأمم المتحدة، تخرج بعض التقارير وتقول أغلب الذين قتلوا وأصيبوا في صنعاء أصيبوا بسبب الطلقات التي تطلق من المدافع المضادة للطائرات وانعكاساتها وسقوطها، أو بسبب الصواريخ التي يفشل إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية. ويخرج تقرير آخر ويقول هناك قتل ممنهج من التحالف للمواطنين اليمنيين. نصدق من هذه التقارير؟ إذن هناك تخبط، وأنا أقول لك سبب التخبط. لا يوجد لهم ممثلين على الأرض،